مصر بالفعل قطعت شوط كبير جدا وغير مسبوق في ملف تعمير سيناء وتعمير كل الملفات، خصوصا المشروعات السياحية والتجارية والاقتصادية والبنية التحتية. خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. الدولة المصرية بتعتبر سيناء وتنميتها قضية أمن قومي ولا مجال للتهاون في تحقيق هذه المعادلة، وده شفناه في الخطوات اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الحكم من تبني رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء ودمج أبنائها في خطط التنمية. وشملت استراتيجية الدولة مشروعات كتيرة تنموية وعمرانية وخدمية على أرض سيناء في كافة المجالات، وهنلاقي إجمالي تكلفة ما تم إنفاقه في أعمال التنمية الشاملة في سيناء من عام 2014 لحد دلوقتي يزيد على 650 مليار جنيه. خطة وجهود الدولة لتنمية سيناء شملت التنمية الزراعية اللي حققته بعين الاعتبار علشان تكون سيناء ضمن خطة النهضة الزراعية غير المسبوقة اللي شهدتها مصر مؤخراً. ونجحت الدولة في إقامة محطة بحوث بلوزة اللي بتعتبر المركز الإقليمي بشمال سيناء وبتقع على ترعة السلام وبتتبع قرية بلوزة اللي بتبعد عن مدينة الأنطرة شرق حوالي 35 كيلومتر، وعن مدينة بئر العبد 60 كيلومتر، وعن العريش 150 كيلومتر، وبتقع على مساحة إجمالية حوالي 500 فدان. وفتحت فرص عمل كتيرة للعديد من الباحثين والإداريين لتقديم الخدمات لأبناء سيناء. هنلاقي كمان محطة بحوث الأنطرة شرق اللي بتقع على فرع 4 من ترعة السلام وبتبعد عن مدينة الأنطرة 10 كيلو على مساحة إجمالية حوالي 470 فدان. المحطة دي بتشمل 35 فدان مزروع بأصناف زيتون ورمان بنظم الري الحديث، وكمان 6 صوب زراعية مغطاة وعدد من التجارب البحثية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة. هنلاقي كمان قطاع من النخيل حوالي 86 نخلة، وبتشمل المحطة قطاع ميكنة زراعية بيقدم خدماته باستخدام آلاته للمحطة والمزارعين بالمنطقة. ده غير مشروع الأغنام بالمناطق الحدودية لتنمية المرأة الريفية وخلق فرص عمل ليها من خلال تملكها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وبيستهدف المشروع إلحاق القادرين على العمل والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في سوق العمل من خلال تملكهم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد بناء قدرتهم من خلال التدريب والتأهيل. وفي قطاع الثروة السمكية وتنميتها، نفذت الدولة مشروع لتطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء، وتم رفع كفاءة وتطوير عدد 4 مراسي صيد غير إزالة العوائق الموجودة بها بإجمالي 3500 طن عوائق. كمان تطهير البواغيس في المرحلة الأولى والانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية والالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة في المواعيد المخططة بتكلفة 120 مليون جنيه. أما جهود الدولة في التعليم بأرض الفيروز، فهتلاقي القطاع التعليمي يشاهد بناء عشرات المدارس في مختلف المدن وتطوير أخرى. بدأت من يونيو عام 2014 وشمل التنفيذ 206 مشروع تعليمي بقيمة 2.7 مليار جنيه حتى أكتوبر 2024 في العديد من الأحياء والمدن. ومن المنتظر وفقاً للخطة اللي وضعتها الدولة اللي بتمتد حتى يونيو 2030 هتشمل القيام بتنفيذ 19 مشروع تعليمي تاني بقيمة 8.7 مليار جنيه. وبكده نكون وصلنا لإجمالي المشروعات التعليمية اللي اتنفذت واللي من المخطط تنفيذها، وهي 225 مشروع بقيمة 11.4 مليار جنيه. وهدفت الدولة من خلال المخطط الاستراتيجي لتعمير سيناء لإنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالي سيناء، وبلغت نسبة الزيادة في المدارس 22.3%، ووصل عددهم ل 3094 مدرسة عام 2023-2024 مقابل 2530 مدرسة عام 2013-2014، وهو ما يعني إنشاء ما يقرب من 500 مدرسة. وكان زيادة عدد الفصول أمر مهم بالنسبة للدولة من أجل استيعاب الطلاب، وزادت بنسبة 15.9%، وبلغ عددهم 24.1 ألف فصل عام 2023-2024 مقابل 20.8 ألف فصل عام 2013-2014. علاوة على زيادة عدد المقيدين بالمدارس بنسبة 40.1%، ووصل ل 937.8 ألف طالب عام 2023-2024 مقابل 669.2 ألف طالب عام 2013-2014.